معي عبر سكايب تنضم لنا حسناء طالب، وهي شابة عربية قدرت تحصد لقب أصغر مليونيرة في عمر 23 من قبل منظمة The Riches. أهلا وسهلا فيكم. كانت أصغر متداولة في أسواق المال الأمريكية بعمر 17 سنة. يعني أسألك يعني حسناء، إيش هو كان أكبر تحدي مريتي فيه في هذا العمر الصغير جدا؟ يعني ما شاء الله بداية يتمناها كل شاب في مقتبل العمر أو في سن المراهقة. التحدي اللي كان عندي هو أنه أنا كنت في عمر صغير، طبعا عندي أحلام وعندي أشياء اللي أنا بدي أحققها، بس كيف لازم أنه أنا أحققها؟ يعني كتير ناس خصوصا لما أخذت لقب من عند الريتشست ومن عند ناسداك أنه أصغر متداولة مالية، ناس سألت سؤال الغلط أنه مين اللي ساعدك ماديا عشان أنت تبلشي؟ بس السؤال الصحيح هو مين اللي ساعدك عشان to save your time from committing mistakes، عشان ما تسوي الأغلاط اللي الناس بتسويها عادة. حسنا يعني أنت اللي شوفك كم يعطيك عمر؟ شوف أظني لما بتعيش تجارب كثير في 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 عمر كثير صغير، خلينا نقول أنت في سنة أو 3 سنوات أو 5 سنوات بتعيش كذا مرحلة من المراحل الحياة في هذا ال short amount of time، بيخليك تحس من داخل كما إنك بتملأ بسرعة أو you become wise أو بيكون عندك نوع من الحكمة بعمر كثير صغير. So اللي كان صاير هو أنه لما كان عمري 23 سنة وأنا بلشت من عمري 17 كانوا الناس يعني عقليا أو فكريا بيفتكروا أنه أنا عمري أكبر 30 سنة. يعني أيوة لأن في عندك إنجازات كبيرة يمكن، وهذا يمكن اللي ساعد. طيب حسنا أنت ما شاء الله أصغر امرأة يمكن عربية تفوز بمسابقة ناسا مارشال، يمكن الفضائية بودجين اليوم من المجتمع اللي فعلا قاعد يعني يعطينا ويورينا أن العمر مجرد رقم. إيش الرسالة اللي حابين توجهونها للناس بهذا الخصوص؟ لأنه طبعا إحنا نعرف هذا الاعتقاد دائما عليه مفهوم مختلف في المجتمع. لازم الواحد يعرف يستغل الوقت كويس. هي from sociology perspective إنه صحي إنه كل واحد يعيش الفترات تبع حياته يعني مترتبة، بس اللي غلط إنه الواحد ما يعرف كيف يستغل هذيك الفترة ويكون من حاله عشان يمر من هاي الفترة للفترة اللي بعدها. اللي صاير هلا بسبب السوشيال ميديا والناس كتير صار صعب عليها إنها تفوكس على أهدافها أو على شو اللي بدها تسويه أو تأخذ الطريق الصح.